الرياضي اللي كي صراحه خاصه اللي كيكون كيمارس اي رياضه في مستوى عالي وكيحقق بطبيعه الحال الالقاب، وذوك الالقاب ما كيتحققش يعني عن يعني كيتحققوا بواحد المجهودات كبيره وبواحد وتضحيات وبواحد النوع من يعني المعيشه ديال الحياه ديالو اللي كتخليه فهمتيني يبقى تيكون منعزل على 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 المحيط ديالو على الاهل ديالو على العائله ديالو باش يحقق هذاك اللقب. اليوم فرحان بالتواجد ديالي في موروكان اوارد دو سبور. التتويج ديالي بشخصيه سنه 2021 فهي شيء جميل بالنسبه ليا، خصوصا بعد التتويج ديالي اللي كان العب اولمبيا الاخيره في طوكيو. فمره اخرى كنقول لهم شكرا بزاف على الجائزه هذه، وكنشكر كاع الحضور اللي كانوا اليوم، لا من ابطال لا من شخصيات اللي صراحه تشرفت باللقاء ديالهم بعد تضحيات واشياء قدموها من قبل البلد ديالنا. احنا تشرفنا بهذا ليفينمون لهنا في موروكو سبورتس اوارد. قدموا بزاف ديال الشركات انوفانت دي ستارت اب، ما بينهم جي سي سبور، بيكالا اي دوتر، وكاملين كيمثلوا لو سبور في المغرب بطريقه اللي هي جيده. درت اليوم لي جوري لي موروكان سبورتس اوارد. هذه مناسبه اللي كتجمع واحد العدد ديال المنافسين اللي كيمثلوا على المحيط والميدان ديال الرياضه في بلادنا العزيز المغرب، وعندنا كامثال دي ستارت اب شركات اللي كينطلقوا في المحيط المجال ديال الرياضه. هذا الرياضي هذا يعني دائما كي هذا ما في شك كيكون كيتسنى بديك ديك اللحظه ديال الانسان يعترف به اذا صح التعبير. فهذه انا ما عنديش فيها شك بانه لما كيحضر وكيكون اعتراف ليه بهذا الشكل هذا كيعطي ثاني واحد الحيويه واحد النوع من التحفيز، لانه تفوز بواحد الميداليه او تفوز بواحد اللقب كيف قلت كيطلب مجهودات، ولكن المجهودات كتضاف او كتضاعف باش عاوتاني استمر في التدريب ديالي.